إلى العاصمة صنعاء، حيث شيع جثامين شهداء الغارات السعودية الغاشمة على حي النقم السكني، والتي خلفت 6 شهداء من أسرة واحدة وخلفت دمارا في المباني والمنازل. نتابع. هذا هو موقع الصاروخ الذي قتل الأطفال والنساء. كان الصورة التي نقل على إثرها كل جسد على حدة متوزعة بين أرجاء الحي، أسرة واحدة وبيت واحد. أبناء عبد الكريم العمري وأحفاده كانوا هم الضحية، فكل ذنبهم أنهم كانوا متواجدين في الشارع أثناء الغارات على الحي السكني. كلهم من بيت واحد، النسوان أحفاد عبد الكريم العمري الذي هم أولاد باسمه ناجي فراس، علي ناجي فراس، وأولاد محمد باسمه محمد حمد مريض، كلهم أحفاد عبد الكريم الله يرحمه، الذي يعني جاهله الصغير حق علي ناجي، لأنها كانت في مكان الضربة طارت أشياء ما عاد بحد ولا تحصلناها. الهنوف علي ناجي لم تقبر ولم تكن موجودة بين الجثث التي تم الصلاة عليها في هذا التشييع، فدماؤها وأشلاؤها تطايرت ليجمع منها ما تبقى في أكياس صغيرة. حسرات والدها أوقفت الكلام في حنجرته وهو يودع أولاده الهنوف وأسمهان وموسى ووالدتهم وشقيقة زوجته وولدها ليتحدث بالنيابة عنه والده. هؤلاء أولادي، يعني أولاد ابني ومرته وثنتين، يعني مرة ثانية وابن محمد حمود السادس. من ضربهم؟ ضربهم الصاروخ، يعني قالوا بيضربوا للجبل والصاروخ، ما درينا إلا بالصاروخ نزل فوق للشارع وهم خاضين وسط الشارع. دماء الأبرياء التي أراقها العدوان الغاشم ليس في هذا المكان فقط، بل في كل أرجاء الوطن، لن تذهب هدرا ولن تموت بالتقادم. يأتي العدوان السعودي استهداف ممنهج ومتكرر على الأطفال والنساء في اليمن، وتقريبا ارتكب العدوان ما يقارب أكثر من 2000 مجزرة بحق الأطفال والنساء في اليمن. دماءنا لن تسير هدار، دماءنا لن تسقط بالتقادم مهما كان. قامت قضية الأرمن بعد 100 سنة، أما قضيتنا احنا بعدها، ولن نفلت دماءنا ولن نستسلم مهما كان الثمن. الجثث الطاهرة التي وريت الثراء لهؤلاء الأبرياء في حي السد بأمانة العاصمة تركت الأثر البليغ في نفوس المشيعين عن همجية العدوان على اليمن واليمنيين، فلا ثأر ينتهي مهما عوض العدوان. 6 من الشهداء هنا وفي هذا المكان فارق الأهل والمحبين شهداء الجريمة النكراء التي استهدفت الأبرياء ليقتبل الأطفال والنساء ضمن من سبقهم من الشهداء جراء غارات العدوان الآثمة. محمد جميل، اليمن اليوم.